نحن مشتاقين ندور ونعود وعارفين الرجال ان نقدون عد نبنوا ونعيشوا ونعيش نعيش لي زانفون بدونهم هم. الهدف الاول هاي التعاوني هو ياك يعطي لهم استقلال تام، هل عليه يتقروا عنهم لا يحصلوا دخل هم وروسهم ياك يحسنوا من حياه اسرهم. تعاون النجاح عند ياسم الاعمال المختلفه، عدد 1982 مجمع بين 40 و 50 شخص في جردان. واليوم زايد على الحصاد العلايات يعادوا التجارة والذبحة ويبيعوا اللبن وحشر الحيوان، وكل واحدة من العلايات تجبر 60-80 ألف وقية كل 3 أشهر والله تكبرش من الحصاد. واحدة من فوائد هذه التعاونية هو عنها جامعة بين الأعمال وحاسة باختلاف هذه الأعمال وسمحت الأسر بالصمود. On peut dire que vraiment elle va dans la résilience de ses familles. قال لمتبابة رئيسة التعاونية هي اللي معدلتها وراجع المساعدة من الدولية غير ما فات جابت أي مساعدة من حد خارجي. في البداية جمعت 30 مرة كلها جايبة وقيات ياك يبدو بها الشغل، وبعد 10 سنوات الفترة ياك التعاون تعود جاهزة وياك الصدر يكبر. الحريثة فيها أوروار وزقلم والنخل، هذول الأشجار ثمارهم وراقهم يبس وينباع، والنبق يقسم وينعطى للتركي. هذا من أكبر مشكلة رأيناها تعميق هذا الحاس، عدلنا في مرحلة غير مازال فيها وقفتين. سقي جردان كل يوم متوالين 3 أشخاص، وهذا أرواقيش مختورين من كل 15 يوم، وأرواقيش اللي ما عليهم السقي عدلوا أشغال التعاوني الأخرى. رقم ضعف دخل جردان في الوقت الحالي، الناس اللي في التعاوني قدوا يحاولوا يستثمروا شوي شوي في أشغال أخرى، كيف مثلا بوتيك يبيع فيه مرشانديز وحاجات اخرى. المرحلة الاولى قبضنا بنطريه تعد السهل وكنا جايب شو درنا فيه، عقب طورناه لين قسنا به قدرون جبناه البوتيك كم ياك عد امرش، عقب ذاك مودي بينا كراي البوتيك طورناه على كل واحدة منا تقبض شي عد عندها هي تبيعه. ربح البوتيك لا يسمح بشراء الحش للبقرات الخمسة والناقة اللي عند التعاونين اللي ينحلبوا السنة كاملة. بيع اللبن الرايب المبرد يضمن دخل ثابت للتعاونية. زايد على التعاونية معدل مجزرة ياك يوفر اللحم الجديد السنة كاملة. يبيعوا الروسهم بـ 1400 وقية، بينما السوق في نفس الوقت كيلو اللحم بـ 1600 و 1700 وقية. تعاونية لا تتطور وتوسع أعمالهم، من ذلك عام بدوا يبيعوا حشر حيوان. هذه التعاونيه اللي عندنا دخل قايلين احنا نقدر نعيش ونعيش العيش بتركتنا بدون رجال. اولا عدل شين قال الاتحاد عود الكلمه واحده توافقوا عليهم عودوا متحدين مفروض يروك يروك نصائح أول عود الليل قالوا المصلحة عودوا ماشيين فيها كامل يدبر في الماء، ثانيا يدبر في شيء من فضة يشري به الحيوان ضعيف هذا يسمنه، ثالثا يشتري الحيوان يتم يبيع اللبن.
كواتريا مكملات كواتريا مكملات بالريق منين يفاتن بالريق منين يفاتن صفحوا عنده متراجمات واليوم تدناتن.